مش قليل مع شرب الخليل عن نشرة وبس. العوافي، بعد غياب سنة ونص تقريبا رجعت. ليش بهالفترة بالذات؟ لأني ورغم برامجي اثنين اللي عم ينعرضوا على الـLBC شعرت بالحاجة لبرنامج ثالث ويمكن رابع، وبرضو بضل مقصر بحق هالكذابين بهالوقت. وليش مش قليل مع شرب الخليل هالمرة على الانترنت وتحديدا على صفحة النشرة؟ لسبب واحد، هو انه جماعة الكذب ناطرهم بمش قليل نشرة بتعجب خطرهم. مش قليل ما رح يكون برنامج يومي، يمكن يكون مرتين او ثلاثة بالاسبوع او اربعة ويمكن عشرة اذا دعت الحاجة. رح ابدأ اليوم مش قليل ببشرة، بشرة من سعد ابن عمتي لكل مخترع لبناني. سعد ابن عمتي بحاجة لاختراع يخليه لاقط جمهوره قبل 7 حزيران، من بعد ما اكتشف انه اختراعاته السابقة فرطت. فيلي عنده اختراع لشد عصب الجمهور يتوجه فورا لعند سعد ابن عمتي. مبارح كنت مارق على تقاطع طريق ببيروت، وشفت مثل ما كلنا منشوف مجموعة ولاد متسولين بيركضوا على السيارات لما يتوقف السير. ما حدا من أصحاب السيارات اهتم لأمر هالولاد، ما عدا بنت وحدة لفتت الكل. فكانت لما توصل على شباك سيارة تقول ليلي بقلبها جملة، وفورا تحصل على مساعدة. إلى أن وصلت هالبنت على شباك سيارتي وقالت لي: بونجور عمو، أنا بي مات، بتساعدني؟ وبهاللحظة فكرت قديش بيكون ذكي المرشح المقوشط انتخابيا إذا بيجي بياخد هالبنت وبينزلها معه على الليحة. مثل ما جمعت مصاري من كل السيارات هون، إذا طلعت وقالت أنا بي مات ساعدوني، بتجمع أكيد أصوات مثل ما جمعت مساعدات. رجعت تذكرت إنه في جماعة سبقوني واستعملوا هالفكرة، وهاليومين شوفوا.